الحمد لله رب العالمين. مبروك للغتساوية جميعا، مبروك جهاز فني جهاز إداري، مبروك للجماهير الوفية اللي كانت الرقم واحد اليوم في الملعب. الحمد لله رب العالمين، اليوم أدينا قدام فريق ممتاز بالنسبة لي، على الأقل يعني الموسم هذا الموسم اللي طاف كان الأفضل في الدوري، استحق بطولة كأس الأمير اللي طافت. وجهة نظري كان الأفضل في الموسم اللي طاف إنه يستحق الدوري، لكن أيضا الكويت وخبرته يعني حسم الدوري في الموسم اللي طاف. الحمد لله احنا مستانسين على الفريق، مستانسين على النتيجة، لكن أنا اليوم يعني تصريح اليوم شكر لصغرات الكرة الكويتية. يعني فهد الأنصاري قدم الكثير لنادي القادسية، فهد الأنصاري قدم الكثير للمنتخب الوطني، فهد الأنصاري أتكلم عنه كأخ قبل أتكلم عنه كلاعب. فهد الأنصاري كان يعني أخ وصديق ويعني إيد اليمين في الفريق للأمانة، رجل بما تحمله الكلمة من معنى. فهد الأنصاري في عز فهد الأنصاري لما كان تيل عروض خارجية، فهد الأنصاري رفض إنه يطلع حال بدر المطوع، حال اللاعبين الكبار اللي رفضوا إنه يطلعون إلا موافقة نادي القادسية. هذا الفلوس تروح تي يا أبو مطلق، ونفهم إنه احتراف ومقدرين، حتى إحنا ترى يبنا لاعبين من أندية ثانية أيضا احتراف ومقدرين هذا الأمر، لكن بالأخير لما تطلع وتاخذ وتستحق وتاخذ عقود وتحفظ يعني قدر ناديك وتطلع تكبر بعين جمهورك ويكبر قدرك عند الانديه اللي بتروح لهم. جمهور القادسيه يمكن احنا وضعنا مختلف عن باقي الانديه، البعض يعتقد لما الجمهور ينتقد ويكون حاد في نقده يعتقد ان الامر شخصي، لا والله انا اعرف الجمهور واعرف شنو يبي الجمهور واقدر هذا الشيء، وصدقني ترى مثل ما يعني الناس تنتقد ترى احنا نسمع وصدرنا وسيع ونتحمل النقد من الكل. احنا ما سكرنا مايكات اي تي في ولا منعنا اي تي في من الدخول، مع ان يعني عزيز عطيه اكثر واحد يمكن يطلع السالفه من ما ادري من وين. فيعني احنا نؤمن بان الاعلام شريك، نؤمن بان شريك في النجاح وشريك في التطور، نؤمن بان الجماهير هي الرقم واحد. انت بالاخير لا تتكلم عن استثمار ولا تتكلم عن سبونسرشيب ولا تتكلم عن اي شيء اذا ما في جمهور اللي هو الزبون اللي راح يشتري الفريلة ويشتري اللبس والتريننج. حتى في النهاية احنا عندنا جمهور ونقدر هذا الشيء، احنا عندنا شعب وطن نقدر هذا الشيء ونقدر نقدهم، مثل ما نستانس اليوم في مدحهم للفريق. الحمد لله اليوم الكل راضي، لكن احنا نقدر هذا الشيء. وانا قلتها في السابق بعد ما حققنا الدوري في 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 كرة الطائرة، قلنا احنا محتاجين للنقد اكثر من المدح. المدح يعني احنا عارفين قدرنا عند الجماهير، اتكلم عن يعني باسم الشيخ خالد رئيس مجلس الإدارة اسأل الله يشافيه، وباسم مجلس الإدارة نعرف قدرنا عند الجماهير، ونعرف ان الموضوع ما هو شخصي انما هو نقد بناء لرفع مستوى النادي وللمصلحه العامه، ولا نشك في اي شخص. مو احنا اللي نسوي كذي، مو احنا اللي نسكر ال مو بس الميكروفونات، التعليقات في تويتر، مو احنا صدرنا وسيع ويعني وقلبنا مفتوح قبل مكاتبنا. اتحاد القدم بالنسبه لنا من الناحيه القانونيه اعتقد ان غير شرعي، بل واحنا قدمنا طعن في هذا الامر، واعتقد الكل شاف تصريح الحميدي السبيعي بعد ما تم رفضه من 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 الخصوم في موضوع انتخابات الاتحاد والطعن في الاخ عبد الله الشاهين. في المقابل الاخ عبد الله طريجي اللي الكل يعرف توجهه، احنا طلبنا رفض الاخ عبد الله، لكن هيئه التحكيم يعني رفضت طلبنا. احنا عارفين الوضع الرياضي شنو كان الاخر 10 سنوات، ليس فقط الوضع الرياضي، الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، كل شيء تدمر في الكويت. لكن احنا نؤمن بان القياده السياسيه عندها نظره، بان القياده السياسيه ما تكلمت عن تصحيح المسار الا تقصد تصحيح المسار في كل شيء بمن فيها الرياضه. يمكن تاخرنا شويه في الرياضه لان بالنسبه يعني للحكومه يمكن عندهم اولويات، احنا نقدر هذا الشيء، لكن باذن الله الاصلاح باذن الله سياتي بالرياضه، وباذن الله سنفرح، وباذن الله يعني تتعدل الامور كلها، والفساد ما له تاريخ صلاحيه. يعني انا اقول لك مباراه باكر يعني كلاهما مر، يعني العربي ولا فحيل، لكن احنا بالنسبه لنا اذا فريقنا ما شاء الله تبارك الرحمن لا قوه الا بالله بيلعب هذه الروح وهذه القتاليه وهذا الاداء اعتقد ما نخشى احد. بس سؤال فهد الانصاري، عفوا، والله بطلع من هنا بروح المستشفى ان شاء الله، والله هو يعني يبدو انه يعني تعبان، اسال الله يشافيه ويعافيه، بس انا لحقت على اخر شيء قبل اركب الاسعاف، اسال الله العظيم ورش العظيم ان يشفيه ويشفي جميع المسلمين. يعني ترى الرياح يقول ما يدري انه قول،
يعني من كثر القوة تطقه. اي والله يعلم الله، لكن اسال الله العظيم والرشيد العظيم ان يشفيه، وان شاء الله نطمنكم عليه بعد شوي.